معنى ايمان يعني الله سبحانه وتعالى. يا رب نطلع من الحلقه دي ويعني ميزان حسناتنا كله محطوط فيه لمثل هذا فليعمل العاملون. خليني اقول لكم كده في البدايه، مش احنا يا جماعه اللي بنرتب اماكن الناس في قلوبنا، مش احنا ابدا، لا، افعال الناس، ممارساتهم، اخلاقهم، كلماتهم الطيبه، مواقفهم الجميله معانا هي اللي بتعمل كده. رجل صالح توفاه الله. اما بيجي يعني في البدايه حابه اقول بس المقدمه دي على المهندس ايمن عبد الغني، اما اقول ايه علامات صلاحه وايه كذا وعمل ايه في الدنيا كتير جدا جدا بعد ما ماتوا، طبعا الكلام كان عليه كتير جدا جدا، وانا عامله الحلقه دي مخصوص عشان نشوف ما بعد الكلام ده، احنا المفروض يبقى نعمل ايه ونموت على ما مات عليه الصالحون، ولا نحسب الله حسيب ولا نزكي على الله احد. توفاه الله، مات في غربة، تمام كده، والغربة شهادة، ومات بطاعون العصر الكورونا، وبرضه فجمع ما بين شهادة الغربة وشهادة الطاعون. نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، يعني 7 سنوات غربة بعيدة عن الأهل، وكان له من خفايا الأعمال ما ظهرتش في الدنيا، ولكن ظهر، ممكن القريبين منه اللي لمسوا الأمر ده، لكن ظهرت بعد موته. تعالوا اما احكي لكم على قصه سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ قصه اسلامه بالظبط، كان 30 اسلم، مات 36، 6 سنين اسلم. لما مات سيدنا سعد بن معاذ اهتز الموت عرش الرحمن، حضر جنازته 70,000 ملك، لدرجه النبي عليه الصلاه والسلام كان ماشي على طراطيف اصابعه من كتر الملائكه اللي جايه تحضر جنازه سيدنا سعد بن معاذ. ليه؟ للي فعله، لعظم ما فعله للاسلام. يبقى ايه؟ يبقى اعمالنا الصالحه هي اللي بتحدد مكانتنا عند ربنا عاملة ازاي، ومكانتنا في قلوب الصالحين عاملة ازاي. تعالوا اما نشوف رجل صالح ولا له من الاعمال الصالحات. مواقف كتيرة جدا جدا، متصل بيا شباب كتيرة جدا بس عشان بس يقول لي بطبيعة عملي او بطبيعة الشر بطبيعة كذا، والله كذا، وبعدين المهندس ايمن ساعدني في كذا، والله لا ده انزل لي، سمع صوتي متغير الساعة 2 بالليل، نزل لي، مفيش نص ساعة قال لي انا تحت بالعربية انزل. بتعيط ليه ومالك وحالك؟ لما يبقى في مرضه ويتصل بيه شيخ من المشايخ له حال مع القرآن وراجل صاحب قراءات وهكذا، يقول له لا طب انت حضرتك تعبان مفيش، يقول له لا بس قول لي ويقضي له امره، يعني ماشي في قضاء حوائج الناس. اولئك الامنون من عذاب الله يوم القيامة، نحسبه والله حسيب ولا نزكي على الله احد. اما يشهد له بعد موت، سبحان الله الحاجات اتعرفت بعد الموت، ويقبل الله اللي ان هو يتعرف العمل الصالح للرجل الصالح بعد موته، سبحان الله، يقول لك ما ترك قيام الليل ولا ليله، يعني ولا صيام التطوع، ونحسبه. وتعالوا شوفوا لما نكتب مثلا كده في عنوان الاب اب الشباب مثلا، لا قال هو مش اب بس، ده هو صديق، وكل اللي يتكلم يقول لك صاحبي وصديقي وكان قريب مني. جبر خواطر، ما اعظم جبر الخواطر عند الله سبحانه وتعالى. من سار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. ما اسر من عبد سريره الا اظهرها الله على صفحات وجهه في الدنيا وفلتات لسانه، ويبان بعد كده في الاخر وتبان المواقف. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان اذكروا محاسن موتكم بس؟ لا، مش ده مستهدف الحلقه. مستهدف الحلقه احنا امتى يبقى لنا بصمه عند الله ويبقى لنا اثر مره من هنا وذاك اثر الطيب. ازاي يبقى لي اثر طيب في الطاعات والحسنات وانكتب في ميزان حسناتي ويبقى رباط ليوم القيامه؟ موقف دائم. هو في ناس على فكره من ضمن طبعا يعني من ضمن الشباب اللي اتكلم واللي كتبوا واللي عملوا، طبعا الفيس عندي الول كله كان تقريبا سرادق عزاء ومواقف ناس كانوا عايشوه. اللي عايشه معايشه كذا، فالمعايشه بتحتاج وقت طويل، تقعد معايا واشوف مواقفك واعرف اقيم انت حد كويس ولا لا، بشوش الوجه، بسام المحيا، حد لا صاحب كلمه طيبه، جابر للخواطر. لكن ده في ناس بتتكلم وكان موقفهم معاه لحظه، موقف ده لحظي كده عابر. اصل دي الدعوه الى الله. ها لما تيجي بنتي وتحكي لي وتقول لي ان صاحبتها الاتراك في الجامعه كانوا بيتكلموا منزلين نعي للمهندس ايمن عبد الغني علشان خاطر كان له موقف دعوي مع الايهاها، وكان رايح يتكلم عن الله عز وجل. يعني راجل في غربه وجايب معاه مترجم وجايب مش عارفه مجموعه من الشباب ورايح يدعو الى الله في بلد، يعني اقول على والله يعني الواحد فعلا يستحي. لا ده اكسر حاجز اللغه يا ابني، ومش عارفه طب بس مش عارفه اتعلم، ده نعلمهم مش عارفه، طب هننشر دي عندني، لا الراجل ما استناش.
7 سنين من 2013 لسنة 2020، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبله في الصالحين يا رب، اللهم أمين. وإن يتنزل نعي على جروب البنات أو جروب الدعوة الأتراك أو كذا، بسبب إحنا فاكرينه ده لأنه جالنا في صيف من الصفات وكان بيكلمنا عن الدعوة إلى الله وكيفية نشر الدعوة إلى الله. حد حي، حد قلبه حي، قل إني لن يجيرني من الله أحدا. ليه؟ وكان عمل ايه قبله؟ الا بلاغا من الله، الا بلاغا من الله ومن ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. لن يجيرني من الله احد. ايه اللي نجاه؟ بلاغ من الله. الله عز وجل كان بيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له قول كده للمشركين، قول لهم كده اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا الا بلاغا من الله عز وجل ورسالات ربنا، الا ان انا ابلغكم من الله ما أمرني تبلغكم إياه، وإلا رسالات التي أرسلني بها إليكم. بس يبقى نجاتك، نجاتك حدث عن الله. هو أنا حدث عن الله إزاي إلا إذا كان الله في قلبي، نحسبه الله حسيبا ونزكي الله أحد. نطلع بس من الفردية ونخش بقى في الإطار الإيه الجمعي، يعني العقل الجمعي والوعي الجمعي، سواء لكل أفراد الأمة. نجاتك هو طريق الدعوة إلى الله. بلغوا عني ولو آية، بس انت فهمتها ووعيتها وقلبك تشربها فانت بتبلغ بيها. الانسان بيموت على ما عاش عليه، مات على الله في قلبه. انتم موتوا على ما مات عليه مثل هؤلاء الصالحين، ربنا يجعلنا واياه. دي المقدمه اللي حابه، اللهم اغفر له وارحمه، ويعني يجعل يتقبل يا رب عز وجل، اللهم تقبل شفاعه كل الشاهدين له بالخير، اللهم امين.